هو ليه بيتقمص؟ هي ليه بتتقمص؟ ليه في قمص في علاقاتنا؟ في الحقيقة فكرة القمص دي هي ليها خلفية وليها أسباب نفسية كتير قوي. هتكلم على واحدة من الأسباب اللي ممكن تكون بتسبب موضوع القمص. الحقيقة الموضوع بيرجع لما كنا أطفال، واحنا أطفال مش بيبقى عندنا قاموس من الكلمات قادرين بيه ان احنا نعرف نعبر عن اللي احنا حاسين بيه جوانا بالظبط. فالطفل مثلا بيتعرض لموقف بيحس فيه انه ماما ما فهمتوش، او ماما ما كانتش متواجده، او انها زعقت له او ضربته او وات ايفر اللي حصل ايه، فطبيعي ان الطفل يكون عنده مجموعه من الانفعالات جواه لسه ما عنديش الكلمات اللي تخليني اعرف اني اعبر واقول انه انا متضايق، انا غضبان، انا زعلان، انا اتظلمت، انا اتجرحت. الحقيقه هو المفروض انه الام والاب يكونوا بيساعدوا الطفل ان يكون عنده خزين من الكلمات يحول الانفعالات دي الى كلمات، انه يعبر، انه يتنقل من حاله الانفعال الجسدي والوجداني واللي موجود جواه الى انه يستخدم مخه وانه يحول المشاعر دي الى وسيله التواصل اللي بيها اتواصل مع كائن اخر، وهو اني احولها الى كلمات واني اعبر. يعني مثلا الطفل يجي يتنرفز ويعبر بجسمه، وعايز اقول ان ده طبيعي جدا، لان زي ما قلت الطفل بيبقى مولود ما عندوش القاموس بتاع الكلمات ده. لما كمان يساعدوه انه يميز مشاعره ويعرف هو حاسس بايه دلوقت، ودي الحقيقة ثقافة وتعليم مهم جدا لازم الاباء والامهات يكون عندهم خلفية بيه، انه احنا بنساعد كائن جاي خام للعالم مش عارف نفسه، مش عارف يميز مشاعره، مش عارف يحط هو حاسس بإيه في صورة كلمة معينة يعبر بيها عن اللي جواه. الحقيقة الأزمة بتحصل لما بيبقى الأب والأم ما عندهمش القاموس ده، ويبقوا هما نفسهم مش قادرين يميزوا المشاعر اللي جواهم، مش بيعبروا، وإنه ما تدربوش على ده. فبالتالي صعب جدا ان هما يكونوا بيدربوا الطفل انه يعمل حاجة هما نفسهم مش قادرين يعملوها. او انه كمان الاصعب، الطفل لما بيجي بيعبر طبيعي جدا ومن حقه انه لو حصل موقف في حقه انه يعبر وانه يحس انه هو متضايق حتى لو كان فهم الموقف غلط، لانه طفل ببساطة. فالاسخم كمان والاصعب مش ان بس الاب والام مش مساعدينه ان هو يعبر عن المشاعر والانفعالات دي، لا ده كمان ولد معندناش حد كده يزعق ولا يعيط ولا يعلي صوته. على فكرة هو الولد كويس محترم ومؤدب، بس هو لسه بيجرب اولى خطواته ناحية العالم اللي حواليه انه يتواصل ويتفاعل وانه يحبر، ودي الطريقة الطبيعية جدا انه ننفعل، جسمنا يحس بانه في حاجة تتغير، انه في غضب كده ونار جوانا، ويعبر بايديه ويدبدب برجليه ويتقمص بوشه ويكتف ايده. ده طبيعي جدا، كل دي تعبيرات بتقول انه هو ده لغته، دي اللغة بتاعته. فالحقيقة كمان لما يبقى ممنوع انه يعبر، الحقيقة هو بيحصل حاجة انه بيبلع المشاعر بتاعته وتقعد تخش جوه 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 وبتتكبت. فعارفين كأنه واحد جاي يتكلم يقول وبعدين اسكت ولد، يروح بالع. صعب قوي، صعب قوي انه يبقى فيه كمية طاقة. المشاعر دي بتبقى عبارة عن طاقة عايزة تطلع وعايزة تنفعل، بتقول انا هو، او انا في حاجة جوايا عايز اوصلها للطرف اللي قدامي، عايز اوصلها ليك يا ماما، عايز اوصلها ليك يا بابا، يعني حسوا بيا وشوفوني. وبص الاقي انه بابا او ماما ولا كلمة، او زعيق، او يمكن غضب وانفعال اكبر، او رد الفعل كان اعنف كمان، لانه مثلا انفعال الطفل حسس ماما بانها عايزة تكون ولدها مطيع وهادي زي ابن فلانة ولا بنت علانة، او انه مثلا حسسها بانها مقصرة مش عارفة تعمله كنترول ومش عارفة تفهمه. ايا كان السبب اللي حرك جوه ماما او بابا مشاعر تانية ملهاش علاقة بالموقف اللي الولد متعرض ليه، فحسوا بذنب او بتقصير او whatever، خلاهم يطلعوا حاجات ملهاش علاقة او مش مناسبة للموقف اللي الولد فيه محتاج دلوقتي انه يتعلم ويتثقف من ابوه وامه اللي هما الادوات الاولى في حياته اللي بيعرف بيها نفسه، بيعرف بيها مشاعره، ويعرف بيها العالم الداخلي، وبيعرف من خلالهم يعني ايه اصلا اتواصل مع الاخر. والحقيقة ده بيساهم في انه بيطلع شخصيات يا اما بتكبت مشاعرها، فبالتالي بتكون دايما متقلبة بعد مثلا سي فترة من الوقت، يحوش 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 بعدين فجأة ينفجر مثلا، ان هو ما تعلمش ان هو يعبر.
او انت تطلع اشخاص بيعبروا، لكن للاسف لما بيعبروا بتبقى في صورة امس، في صورة ان هي مثلا بتكلمه بتقوله على فكرة انا متضايقة قوي وتعبانة وحاسة ان انا مش مبسوطة، فهو يقول لها على فكرة احنا مبسوطين وكل حاجة كويسة، انتي ليه بتتذمري او بتشتكي، او انه في صورة خلافات وبص تلاقي طرف من الطرفين راح خرج وراح رزع الباب وراه، او انه مثلا يروح بيتكلم بطريقة معينة فيها تجاهم شوية، عارفين هي طريقة ايه، الاكل على السفرة، الاكل اتحط، عارفين انتوا الطريقة دي، يعني كنا كويسين امبارح ولسه متقابلين مع بعض والنهاردة لا بيصبح ولا بيتكلم، وبعدين بيكلمني كده بطريقة غريبة مش فاهمة متلخبطة. فبص مثلا تلاقي نفسك انك عايز تسأله تطمن عليه، طب في حاجة، صباح الخير انت كويس، الحمد لله الحمد لله كله بخير. فبتبقى مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، هو ليه بيبص هناك، يعني ليه مش بيبص لك، ليه مش بيتكلم معاك زي ما كان بيعمل من شوية، وبعدين تطمن وتعرف ان ظروفه بخير وان مفيش مثلا حاجة عنده معينة، وتكتشف بعدين او حتى بالصدفة انه اتاري كان متضايق من موقف معين حصل ما بينكو، او انه في حاجة معينة فهمها بشكل مثلا غير ما انت كنت قاصدها. فالموضوع بيبقى الحقيقة واضح قوي انه في قمص، انه شخص بيتقمص، او انه مثلا يسألها يقول لها مالك متغيرة شكلك متضايق، فهي تقول له مفيش، وهي مثلا جواها ما هو لو كان بيحبني كان عارف لوحده. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها انه لو بيحبني اكيد كان فهم او عرف، مفيش حاجة اسمها انه يقرأ افكاري، في حاجة اسمها انه انا محتاجة اتكلم معاك، عايزة اتكلم واعبر. فنبص نلاقي التعبيرات، الاسلوب غريب ومتغير، وكمان يلخفنك، يحسسك بانه في حاجة غلط بس مفيش حاجة ملموسة، هي مالها، هو ماله. بس الحقيقة دي فكرة القمص، فكرة القمص انه هو ما قعدش مع نفسه عشان يكتشف ان هي لما بتشتكي او متضايقة هو ممكن يكون حاسس بانه مقصر، او حاسس بالذنب، او حاسس بشكل غير مباشر انها بتتهمه، ودي ليها علاقه بيه هو مش بيها هي، هي ما اتهمتوش بحاجه، هي لما قالت له ان انا متضايقه مش قصدها انها تكون بتلومه على حاجه، هي نفسها تعبر، بس هو مش عارف ازاي، وغالبا هي مش حاطه ايديها على حاجه معينه، ولما من حقها بتحاول تشارك في العلاقه بانها متوقعه تلاقي الطرف التاني انه يكون بيتناقش معاها وبيتحاور وبيساعدها، انه طب تعالي نفهم هو انت ليه حاسه بده، طب ليه متضايقه من ده، وهي تكون بتساعد كمان بانها بتطلع وتقول انا ممكن اكون مثلا متضايقه من كذا، او مستاءه لانه مثلا حصل كذا وانا مش عارفه اميز مشاعري قوي فممكن اتكلم في ده. ما احلى العلاقه اللي يكون فيها طرفين بيتكلموا عن اعمق حاجه فيهم، وهي مشاعرهم، وهي الحاجات اللي بيكونوا حاسين بيها، عشان خاطر يبنوا جسر ما بينهم هما الاتنين يقدروا ان هما يتقابلوا ويتواصلوا عليه. عشان كده عايزة اشجع كل حد مسؤول عن اطفال، من فضلكم قبل ما تكونوا بتفكروا ازاي تساعدوا او تربوا اطفالكم، ساعدوا انتوا نفسكم الاول، ممكن تكونوا معبرتوش عن اللي جواكم بقالكم سنين. عمرك ما عبرت انه انا حاسس باني وحيد، حاسس باني مش مفهوم، حاسس باني مرفوض، وات ايفر المشاعر اللي ممكن تكون معاها افكار ربما تكون صح او غلط. فشغل كبير قوي، يعني هي سكه بنحتاج فيها ان احنا نفلتر الافكار ونخرجها من المشاعر ونعرف الفكره دي صح ولا غلط، وبعدين نشوف الشعور نفسه هو حقيقي او هو نتيجه فكره يمكن مش مظبوطه. بس ايا كان الشعور هو من حقك انك تعبر عنه، سواء كان ناتج عن فكره صح او غلط، من حقك انك تعبر عنه عشان تفلتر المشاعر دي وعشان تفلتر الافكار دي، ولانه ده اللي بيساعد العلاقات انها تكون بصراحة كده سلسة وفيها تصفية سريعة وفيها عارفين تواصل وعمق ودفء، مش بيبقى مجموعة من الانفعالات اللي عمالة تتحوش من مواقف وتتكبت وبعدين تكبر، وعارفين تتحول للمارد الاخضر اللي ممكن تنفجر في وقت، او حتى لو ما انفجرتش ممكن تظهر في صورة انفجار بانه العلاقة تبوظ، او ان الجسر ده يتكسر ويتهدم، او انه الطرفين يبقوا بيحوشوا لبعض بقالهم سنين، فبص نلاقي انه جه وقت حرفيا محدش فيهم قابل التاني ولا قادر يتكلم مع التاني، لانه احنا مش عارفين نبتدي منين، مش عارفين نبتدي من انهي موقف، وغالبا غالبا احنا بننسى المواقف لكن بتفضل جوانا المشاعر متخزنة، كل اللي بيبقى جوايا ان انا حاسس ان انا مستاء من الطرف التاني، بس تعالى بقى كده هاتلي الموقف المحدد اللي حصل اللي خلاني ان انا
اكون انطباع معين او احس بحاجة معينة خلتني استاء من الشخص ده، ابص الاقي نفسي مش فاكر. ده لاني خزنت، قعدت اخزن، قعدت احوش، مش لاني شخص وحش. عارفين اللي بيخزن فيقولوا له انت قلبك اسود؟ ساعات مش بتبقى راجعة لانه قلبه اسود، لكن بترجع لانه هو عمره ما جرب انه يعمل جرد للمواقف، للعلاقات، للافكار، للمشاعر. دي زي ما بقول لكم سكة. فتعالوا لكل اب وام وحد كبير انه يكون بيقعد مع حد متخصص او حد مشي السكة دي قبله عشان يساعده في انه يتعلم ازاي انه يمشي السكة دي، لانه تأكدوا ان انتم مش هتعرفوا تعملوا كده مع اولادكم قبل ما تعملوا كده مع نفسكم. ساعتها لما يجي الطفل هيكون بيغضب او بينفعل او بيعبر عن اي حاجة جواه، اولا مش هتحس بانه انت مقصر كأب او ام، فيخرج رد فعل نتيجة فكرة مش واضحة ومش مباشرة بس انت حاسسها بتاعت انك مقصر او انك مش عارف تتعامل معاه، فتتعامل معاه بعنف اكبر فالولد يغضب اكتر. لا، هتبقى بتفلتر انت افكارك بحيث ان الطفل لما يغضب انت عارف انه بيغضب لان هو طفل من حقه يغضب، ونتيجة موقف تعبه او ضايقه من حقه ان هو يتضايق ويعبر بيه. وبعد كده هيجي انت بقى دورك اللي اتدربت انت عليه مع نفسك، هتعمله مع طفلك او مع ابنك او مع بنتك، انه تعالوا نتكلم ونشوف احنا ليه متضايقين دلوقتي، ونبتدي ان احنا نتكلم بمنتهى النضوج ومنتهى الاحتواء، انه اه حبيبي انا فاهم ان الموقف ده فعلا تعبك وضايقك، على فكرة من حقك انك تغضب، بس تيجي نتعلم ازاي نعبر عن الغضب بشكل يخليني اني اعرف اعبر عن نفسي اكتر من كده. تيجي نقول لبابا وماما انه ماما انا متضايق عشان انا حسيت ان انتوا مثلا ما اهتمتوش برأيي. فابتدي اني اساعد الطفل انه مش بس يتقمص ويروح مكتف ايديه ودراعاته ويروح واقف مقموص، او انه يعمل التانترم او الموجة بتاعت الغضب ويصرخ ويبقى مش عارفين نعمل معاه ايه. كل الحاجات دي بتقول انه في موجة مشاعر وانفعالات ما كناش عارفين نحتويها كويس، لانه غالبا بابا وماما معلموش الطفل الثقافة بتاعت المشاعر ولغة المشاعر. حقيقة مؤسفة انه اجيال كتير قوي اتربت على فكرة الكبت او فكرة القمص، وطبعا ده بيأثر على علاقاتنا وبيخلينا مش قادرين to predict او نتنبأ بتصرفات الشخص اللي قدامنا او بتقلباته المزاجية، او بانه زي ما قلت تتراكم مواقف كتيرة قوي ما نبقاش بنصفي اول باول، او بان احنا ناخد انطباعات عن بعض مش صح وما نبقاش بنتكلم ونشارك، فاخد انطباع وامشي اكمل بقية الطريق مع هذا الشخص وانا عندي انطباع معين. وارد جدا ممكن يكون الانطباع ده خاطئ لاني ما اتكلمتش مع الشخص ووضحت هو انا وجهة نظري كانت ايه، او انا وصل لي ايه من اسلوبه او رد فعله، وهو كان قصده ايه، واللي اكيد بنسبة كبيرة هتكون حاجة ما كانش قصدها لكن وصلت بطريقة غلط نتيجة بقى ترجمتي انا، نتيجة خلفيات عندي معينة، نتيجة مشاكل سابقة، ايا كان السبب. اللي عايزة اسيبه معاكم في الفيديو ده انه من فضلكم تعالوا نتثقف اكتر ونكون بندور على الانترنت وبنسأل وبنتكلم مع ناس مشيت السكة دي قبلينا عشان نتعلم ازاي اني اعرف اعبر. بيحصل ده باني اتثقف زي ما قلت، بيحصل ده باني اكون بدور على حد حتى واحد في حياتي يكون عنده الثقافة دي وعنده اللغة دي، بحيث اني اقدر اقعد اتكلم معاه واقدر اني اتعلم منه وهو يعلمني اني ازاي اعرف اتكلم واعبر. هيجي في وقت لما اجي اعبر ابص الاقي انه مش عارف او مش عارفة، فكل اللي بعمله ان انا مثلا بعيط، وده كويس. بعد كده هتعلم في السكة بالراحة انه بعد ما انا لغتي بس هي ان انا اعيط، انه هحاول مع العياط اني اتكلم واحط مشاعري دي واللي مضايقني ده في صورة تعبيرات معينة وكلمات معينة. هتبقى في الاول الكلمات عاجزة بانها تساعدني انها تعبر عن اللي جوايا، بس صدقوني مع الممارسة والتمرين الموضوع هيبقى اسهل بكتير. كده كمان انه ده هيفرق جدا 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 في دايرة العلاقات، بنقعد نشتكي قوي من علاقتنا ومن تعاملات الناس معانا، بس في الحقيقة احنا كمان بيكون لينا دور ان احنا ننشر الثقافة والوعي ده مع الدوائر اللي حوالينا في علاقتنا مع اولادنا مع الناس اللي بنتعامل معاهم، وده كمان بيساعد انه يدي مساحة حرية للشخص اللي قدامي ان هو يعبر وان هو يكون بيشارك معايا حاجة غالية جدا وثمينة جدا اللي هي المشاعر.
دمتم معبرين عن مشاعركم وفي علاقاتكم غير مقموصين.